السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتذر، ما قدرت أني ألتزم بجمع الجواهر خلال 7 أيام. صراحة مريت بظرف يعني منعني أني أحرص على إرسال المسيرات أول بأول. ما زال هذا الظرف يعني موجود، ولكن يعني الله المستعان. ولكن شيكت على الخاص، لقيت 2 أرسلوا على الريست، اللي هو أخونا عادل من تحالف الـSN، ومن مملكة أخرى اللي هو أخونا زودياك. طبعا عادل فاز معانا بـ$50، وعلشان زودياك يعني هو الوحيد اللي أرسل، أكيد ما راح يطلع كذا ببلوشي، لا راح نعطيه بإذن الله بطاقة بـ$20 على شرف مشاركته معنا. أدري إن متطلبات المسابقة صعبة، ولكن حنا قلنا هذه للمتفرغين فقط. الصراحة كانت عندي حسبة شوي صعبة خلال 7 أيام، على أساس أني بكون ملتزم بالمسابقة، أني بجمع بالمسيرة الواحدة يعني 70 مرة في اليوم. أدري أنها صعبة، بس كنت حاط هدف أني أضرب 20,000 جوهرة خلال أسبوع، ولكن ما الله كتب أننا نلتزم بالمسابقة. لكن تعال خذها نصيحة كنت أطبقها على بداياتي في اللعبة، بس أني تركتها يوم بديت أشحن. كنت أجمع بالمسيرة الواحدة 10 مرات يوميا. ما راح تأخذ منك وقت، بس أبغاك يوميا تجمع 500 جوهرة. خله روتين يومي لك، ويا سلام لو لقيت لك حقل أبو 20، صدقوني بتفك لكم أزمة مع جواهر الأحداث وغيرها. طبعا ترى أنت أكبر مشاكل كفري تو بلاي هي الجواهر، أي شيء تبغاه حرفيا، سواء أحداث، أسلحة، معدات، بفات، رؤوس ذهبية، تسريعات، أيا كان، مصدرها واحد فقط، ألا وهي الجواهر. أكيد أنك ما راح تلعب كل شيء في اللعبة، لا، لكن بتلعب كم شيء أنت حددته في اللعبة كأهداف لك. فاهتمامك بالجواهر يعطيك أفضلية على غيرك من فئتك كمين كفري تو بلاي. فيعطيكم العافية على المتابعة، نراكم على خير، في أمان الله.